فيديو حضرتك برضو تعلق لنا عليه ونشوف مشاكل الأسنان عند الأطفال. ده نفس الفكره برضو. هو مثلا ده حاجه اسمها سبيس مينتينر او نانس سبيس مينتينر، ده ان هو بيحافظ لي على، هو مثلا حصل عنده فقدان لكذا سن او ضرس، بيحافظ لي على المسافه دي. بيحافظ لي على المسافه دي عشان السنان بعد كده اللي تطلع دايما ما تطبقش. يعني هنشوف في الشمال لو ما اتحطش او في اليمين اتحط، ده الفرق. الفرق ان انا اسناني بعد كده اللي تطلع او كلها الانياب بقت ما لقيتش مكان و... فطلعت بره، يبقى انا كده ما عملتش او اروح اعمل تقويم. لا، انا ممكن ما اعملش تقويم خالص لو انا بس حافظت على اماكن الاسنان اللي موجوده عندي عن طريق السبيس. اول مره اشوف يا دكتور الحاجات دي، وحاجات بجد اختراعات مذهله. طبعًا يعني هو من زياره واحده، الكلام ده كله بيبقى زياره واحده، وبيتابع مع حضرتك كل شهرين، بنشوفه كل شهر شهرين، بنتابع معاه ونشوفه، مفيش اي حاجه خالص.